أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: والمفعول معه نحو ما صنعت وأباك وما شأنك وزيدا، ولا بد له من فعل أو معناه. لا بيش أودك بحثي مفعولي معه بكين باسم دبيب قرين أبو درسي دواوا فقط توضيحي متنكي المزات الزمخشري بحثي أو كفرمي فالزمان ينصب كله نحو أتيته اليوم وبكرة وذات ليلة أو تن بابتيك لسر ذات بحث مانكل أو بجي خويتي بلان أو سيمثالك هات نواني أم هبي توضيح بدم أوشك أويا هميان هرسي كان بوزر في زمانا يكيان أويا ك إشارة برو أوا لظروف زمان هند يكمان هن هم بظرف دين هم بغير ظرف دين أواني كبظرف دين كمان هند هم عفو تكراري كمان لظروف دا هم هند ظرف متصرف هند غير متصرف جاء استي توضيح ظرف متصرف وغير متصرف وغير متصرف دين بلان أو سي مثالي كي هنا ونيواني بوشن أو سي مثالي كي هنا ونيواني إشارة برو أويا كا لظروفا همانا بظرف بكاد دقيري جاري وجاري وغير ظرفا وكو مثلا بلين اليوم كا هنا وتيل الله أتيته اليوم إسا كلمة يوم بظرف ديت وبغير ظرفش ديت كبا ظرف هاد منصوب دبي كبا غير ظرف هاد مرفوع دبي شو ظالم دبي تفاعل دبي تناي فاعل قربان دبي تا مبتدا دبي تا خبر أروانا و أو كي كان ك بلى مثال دومي كذا أتيته بكرة إشارة برو ظرفانك كدكري منصرف بن ودكري غير منصرف بن وكو أتيته بكرة بكرة إستليرة منصرفة جاء أجر منصرف بو تبعة تنوين دقري أجر غير منصرف بو تنوين ناقرت جاء أوكاتا بوج منصرف غير منصرف دبي شونك عالمية تدايو تأنيس شونك وقتك لزمان ناي وقتك لزمانو تتأنيسيش بيويا ومثال أخير كدل أتيته ذات ليلة إشارة برؤية كأم مثالا وكو كلمي ذات بلي ركان دا هر هميشا چه دبيت ظرف دبيت يعني اما ظرفي غير متصرفة لظرفية ناكويو ناتدرو واختش هر او توضيحة كدام لدرسي بيشو دا او توضيحة كامل تريني توضيحة لواقع دا بلا لرد ظرف لخزمتنا عرس كم لسلام كلمة يق لحظة كتابي مفصل من برد السايا علامة إذا مخشري هل أو توضيحك شارح دابو إلى درسك يبيشو داك خيون من نظر نمو توضيح مزور زور بطلنية من شون كو باسي صاحبتي كردو ك ذاتي بصاحبة تفسير كل دواني الله أعلم بوناخوة جابا متنا كيزا مخشري ودوزم كالموزج لو ورقلا وهات وتدلو بله دلي بغوي دفر أما متني مفصلة مفعول فيه دلي هو ظرفا الزمان والمكان دو ظرف زمان ومكان وكلاهما منقسم إلى موهم ومؤقت بلى ام دردا مبهم دين ومؤقت يعني وقت وقدار يعني هر محدوده كي في منظوره
ومستعمل اسما وظرفا ومستعمل ظرفا لا غيره تاولي هيا انا باسم وبظرف بكاري هيا انا فقط بظرف اسم ظرف يعني ده ظرفية ديت الدلوة. فالمهم نحو الحين والوقت والجهات الست والموقت نحو اليوم الليلة السوق الدار ام جا او باسي او انا ما بوكا باسم شو بظرفش بكاردين هو او كذا ما جاز أن تعتقب عليه العوامل عوامل بسلام بسنا سريان ببن فاعل ببن نايف فاعل هوا والمستعمل ظرفا لا غيره ما لزم النصب كهم جا منصوب لنصب يتدلوا لا نداد وكسرنا ذات مرة سرنا بكرة سحرا سحيرا ضحى عشاء عشية عتمة مساء جائزة أردت سحرا بعينه أو منظور أويا ضحى يومك عشيته عشاءه عتمة ليليك مساءها ومثله عند سوى وسوى أو أنا أفرمي همجة لازم النصب يعني قد قل ظرفيتنا أنا دلوانا كلوانا كلمي ذاتي تدابو لوانا كوا كلمي ذاتي تدابو جل الشرح كمن لخزمتي داهمو بدست مويا قالوا تدو شرحي كمن بردستان نازانم داخو وقت من دبي يا خنابي بلان لشرح كده هر بلا باسي عدمي تصرفي زاد دكا دلا منصوب لسا زرفية تتواب چونك خد زاد على اسم زمان نية بلا هر اوه كمن لدرسي دونا دا لخزمتي اوي خوشي سا عرزم كر كا عرزم كر دل كا اسم وقت اضافة كرا برو زرف مضاف لمضاف اليه كوا كسبي سدكا كسبي ظرف بوندكا ك او بحسا لمغني اللبيبة لبابي تشوار دهاتوا كبابي كي فوق العادة تشروبرا استيج ظرفي متصرف وغير متصرف سهر بحث منك البلان با بهر حال اقل ويد وزم ليرا كان دا والله نظنم بلا زرت ساكن قربان شرحكم هيا من لسر مفصلي زمخشري خوادر ذاتي عالي بكاو لي خوش بأخو خزمتي زوري كدو ما هندق لم الصمانان كأمرو براوتي سلفي مشهور جاري و هند درسم هيا لدنيا مجازي دا إرادم لي دقلن دلن أتوبو دلي بله اتو بود علی بزر مخشری دلی خدا عافیکه بله انجا جاری و اجوابی ندم و چون که والله نزانم من چی کلمه که اون دبه بی ادبی ازانم با جواب دانه و نبه شرح کم نبرده سای ارسان لکم لم شرح دا ام فرموده شارح تقریبا تصیح دکر باوی زر مخشری باوی شرح مزرکو خوینم دلی و اتیتوه نحو اتیتوه بکرتن و ذات لیلتین على وزات زائدة أي في ليلة أجل زاد زائدة بيوكو بحث ماك زاد بتن صورة عشان زائدة بونا أو زائدة تاب صرفك هالليلة بل هو جزء أن تكون منا صاحبة إن تقول كبر منا صاحبة بو بس زائدة نية هر ظرف ذات بل معناي خاونك معناي خاون لكلمة ذات ده هر دبيت أي في ساعة هي صاحبة هذا اللفظي وهو ليلتين أم شرحك من لخزمتي داهم بناوي التخمير كشرحي بلاي مفصل شرحي مفصلة والله واش أزانم كأم بياوة استيبتان معرفية كم بلان منظور اختلافي زماني ومكاني كان بلا زمخشري لا بلا لا 538 هجري دا برحمتي خدا شو اخوا بيبخشي اخوا ام بي اول 607 هجري دا كوتي دو كيلو فاصله كي زمانيا هي بلا من وام او اقدر ام بي اوا مشهوره بخارزمي خارزميه صدر الافاضل صدر الافاضل مشهوره وام كتبه جناي التخميره
ئەم زانایە ئەوەڵین زانە بووە کە لە حملەی تاتار و مەغولەکاندا شەهید بووە بە ڕەحمەتی خوا چوو. جامە تازە کە و کلیم هاتی بەشەوە با بەحسەکە تاوەکەین. وەختی ئەو زاتە مەڕەتین دەڵە لێرەدا دەڵە قال المشرح ومشرح منظوری خۆیەتی خارەزمی سرنا ذات مرة من باب إضافة المسمى إلى الاسم. بله 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 أما إضافة اسم برو مسمى برو اسم معناه آوايا مثلا سرنا بمصاحبة هذا الاسم وأصله من قولهم رجل ذو مال وامرأة ذات جمال أك رحمة الليبت بله جاء دل مثلا سرنا ذات مرة لم تنكي زما شريدة أتيته ذات ليلة آوى فرغناك اشتكى يكشت وبلان مثالك عبارتك جورك دل معناك ويسرنا بمصاحبة هذا الاسم سرنا ذات مرة يعني روشتين روشتين با لقل أم اسم دا بهم راهي أم اسم پس او كاتا اگه ايما آوى معناك بلان معناك شارح ای اون موزش دروز در دکه من دوش وقتم آوا بطلم نیا دبیت تصحیح کنم لیر دا که فرم آتی تو خوزات لیلتین یعنی من چون بولای به همراهی او لفظه او لفظه شبو او اسمه به همراهی او اسم و لفظه که اسم و لفظه که چیه شوکه لیر دا اصلا کشی لو هاتو دلن رأت رجل زمالین او زوب مزکرکیتی امرأة ذات جمالین او ذات بو مؤنسکیتی ئەم دەڵگە تۆ سوال کەی بڵێ ئایا کە بڵی سرنامەڕەتەن لەگەڵ سرنازاتە مەڕەتین ئەدە فەرقی هەیە نا دەڵم من لە جواب دەڵم بەڵێ ئاگەوتی سرنامەڕەتەن ئیحتمالی هەیە ئەو ئیحتمالی هەیە کە بۆ قائل ئەوە کە دێڵە سرنامەڕەتەن ئاگاهی ببێ بەو کەڕەتەیە زیاد لەوەی کە مخاتبەکە ئیزانێت پێی هەروەکو تۆکتت مەسەلەن تۆ ئەڵێ ئەکەلت و تەعامە ئیحتمالی هەیە ئەو تەعامە بۆ متەکەلیمەکە مەعلومێ بەڵام بۆ مخاتبەکەی غێرە مەعلوم بێ بەڵام کەوتت زاتە مەڕەتین کەلیمەی زاتە تێنە بەڵێ متەکەلیمەکە لەو زیادە عیلمەکە هەیەتی موبەڕا دەبێ و خۆتە برا دەکە زۆر شتێکی دەقیق ورد و جوانە بەڵام جاوە واقعان بڵاو دەبێتەوە لێمان ئینا پێم خۆش بوو ئەو تیکەت شەرح دەم بەڵام بۆوەندە قەناعەت دەکەم پەس شتەکە ئەوە هاتەوە سەر زاتە لەیلەتین ئەوە زات لێرەکانەدا ئیزافە کراوە بەرەو مزافیلەیەکی کە لەیلە و لە مزافیلەیەکە کە لەیلەتە کەسپی زەرفیەتی کردووە هەر زەرف دەمێنێتەوە و لە زەرفیەت ناکەوێ جاو کاتە تۆ دەڵێ ئەتەیتوه زاتە لەیلەتین یعنی من چووم بۆ لای زەید بۆ لای هەر کەسێکە چووم بۆ لای بە هەمڕاهی ئەم ئیسمە ئیسمەکە چیە شەو یعنی لە شەوا چووم خلاصی کەلام جا ئەوەش فەرقەکەیەتی کە ئەلێرەدا ئەبەو جۆرە کە دەفەرمێت زۆر بەحسێکی ورد و زەریف و لە واقعدا دەقیقە کە مفەسەل کتێبێکە گوشراوەی مفەسەلە عەفوو ئونموزەج ئونموزەج واتە زەمەخشەری ڕەحیمەه الله وەختی ئەم کتێبەی نووسیوە بۆ مبتدیانی نووسیوە ئونموزەجی بۆ مبتدیان نووسیوە بەڵام هاتووە لە چی کوشیوێتی لە واقع لە مفەسەل کوشیوێتی یعنی ئەو کتێبە گەورەی هێناوە چی لێ کردووە چکۆلە 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 کردوێتەوە کردوێتی بەچی بە ئونموزە ئەخە بابە ئونموزە لەگەڵ مفەسەلە هەر ناخوێنێ یعنی باوەڕ کە بە حەدێک تولانین مەگە خوای گەورە بزانێ ئا بێحەد تولانین فەرقیان بێحەد زۆرە جا بۆیە لە واقعدا گرانە گرانێکی ئەو بابەت هەیە کە ئونموزەج لە مفەسەل گیراوە دەیوەختی لە مفەسەل دەگیرێت تەبیعیە ئەوەی لە پەیدا دەبێت کافێش بۆیە گرانە لە شەرحی ئیبن حازب کە لەسەر مفەسەل نووسیوەتی کە شەرحێکی قەتوورە من لە خزمەتی هەم حدودەن حەوسە و پەنجا و چەند سەفحەیەکە لەسەر مفەسەل کەوە ئیبن حازب فەرموویەتی ئەم کتێبانە گرانیەکان دلیلی ئەوەیە کتێبهایەکی قەتور و گەورن و ئەو کتێبە قەتور و گەورانە لە واقعدا وەختێ چ کۆلەیان دەکەنەوانێ شەرحی زۆری دەوێت زۆر چەک پەس بوو باوە کە تەوزیحمدا لە خزمەتاندا بەڵام ماوەتەوە زەرفی متەسەریف و غێر متەسەریف
ظرفی غیر متصریف او ظرفانن که همیشه منظوب لظرفیه، لظرفیه نه نداره. ظرفی غیر متصریفیش ظرفی غیر متصریف عرضم کدن او ظرفانن که لظرفیه نه کون. بلان ظرفی متصریف او ظرفیه که لظرفیه ظرف ده بجاری و ظرفیش نه بیه. ابن مالك رحمه الله الألفية دلها وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف. أويك جاري وبظرف خوني شان دا وجاري وبغير ظرف خوني شان دا مشاهدة كده جاري وظرف وجاري وغير ظرفة أو العرفي نحوي دا لإصلاح نحوي دا ظرفي متصرفة. أنت أمجا أو وقت كام ظرف متصرف دبنو كام ظرف غير متصرف دبن براسي بحثك بحد طولانية وبحثك دامنا دارا اما شرح مختصرك داين كأن بابتانا دينا بيشو الدموية اشتاكا بشربري بقوتري وبناقسي نقوتريت او التوضيح يقول لسر او بابتها بل قال دفرمي والمفعول معه نحو ما صنعت اباك وما شأنك وزيدا ولا بد له من فعل او معناه مفعول معه وكو مثال ما صنعت واباك يعني مع ابيك هل كلمه كرا مشخصه بمعنى بمعنى معايا مفعول معه لردا ام نيفر مو بلا فقط شكل صوره كيف انكرد وات حكم كيف انكرد كمنصوبون ان لا اصل الله اسمك ك بل لقل يعني او بلا عفوا مفعول ما هو اسمك لقل او دا كواوي معي لقلا بمعنى معي لقلا بيانجري اويا ك ام اسم لسادر بوني فعلك لفاعل را حمراها مصاحبتي فاعلك دكا يا لو صورة دا كفاعل فعلك لي وصادر دا بي ولسر مفعول به واقع دا بي أم مفعول به مصاحبة هاوراهي هي بوتي بو فاعلك تشل صادر بوني فعلك لي و تشل واقع بوني فعلك وصل مفعول به مفعول معه أو اسمك ومصاحبة فاعلك وكو ما صنعت وأباك باش يعني مع أبيك ما شأنك وزيدا يعني ما شأنك مع زيد ولا بد له من فعل أو معناه بيويز دكاد له بو مفعول معه فعل لك ببيت كعامل بيت إلى منصوبك يا معنى فعل هبت ألي ردا إيلات هي لم بحصد بلان لا شرح كادي لم بأتاو ببين دو سيخته هي إيلاتك لرب أقول الضرب الرابع من ضروب المفاعل المفعول معه نوع شوالم لنوع كان مفاعل مفعول معه وهو ما وقع بعد واو بمعنى مع اسمك كلد واو بمعنى مع واقع دبت كدل اسم يعني قطعا جملة بدردي مفعول معه نخوة أو قطعية ولذلك يسمى بالمفعول معه أمدى اسمك إشكا لقل معايا بيت مثلا جئت مع زيد اصلا وابدا في المعهونيه لتنتينت ولا بل اوش بيد قلت له مفعول معه وكنت ولي ما صنعت واباك مع ابيك اولي ردا اباك مفعولك يا تقول تولي تشي دكي لقال باوكد لهدا مفعول معه وك مصاحبتي هي لاصل فعلك ذا كالصنعك يا لقلت لقل فاعلك مصاحبتي هي ما شأنك وزيد أي مع زيدين أي شرب وجوريا ولا بد للمفعول إتشنك أصلي فاعلك لذا كاف كذب يبو شأنك هو للتقنشت ولا بد للمفعول معه من عامل يعمل فيه بيوزك مفعول معه عامل يهبيت عمل تيابك جاوه إما فعل كالمثال الأولي أو معنى الفعل كالمثال الثاني أو جيا فعل لبيك مثال أول كيا معنى فعل لبيك مثال دوم شوك فإن معنى ما تشأنك وزيدا أي ما تصنع معزين معنى فعل تلا فلذلك مثل بمثال يعني ويدو مثال هنا وثاني لردا إلى ذكاء ويك عرض مكدن علماء بنقل كلاسيبه ويهود فرمن سيبه ويهود فرمن مفعول معه كالدواء
اسمك ومعناه في لتلابي ومنصب به قبيح قد أندبت لدوا فعل وبيت يعني فعل عامل بلا مفعول معه دا يا أجر فعل نبو اسمك عامل بلا مفعول معه دا كهم معناه فعلها بيت هم حرف كاني حرف فعل بن وكبون من اسم فاعل لقدك كهم حرف كاني وهم معناك معناه فعلا بلان توتي لك إلى شأنك وزيدا بل شأنك بمعنى تصنع هيا بلان كوا حرفي شأن لقل تصنع دبت جابو يسيبو هيدا فرمشتي آوا كبلي مفعول معه با معنى فعل منصوب به شتيكي قبيح زشتا لأدبيات زشتك لدواء مطلبة ك جشتين أبي مطلبي بعد من ديتا بيشو أفرمي والمفعول له قال والمفعول له نحو ضربته تأديبا تأديبا له كذا وكذلك كل ما كان علة للفعل مفعول له لواقع دا أمش لهذا تعريفي نكردوا بلا تعريفي كردوا أم لش الحكشة من توضيحي لدم وكو ضربته تأديبا وكذلك كل ما كان علة للفعل هرش تيكيش ببيتا علة بو فعل وتنقش مفعول معه مفعول له دبت جالي لدى دي قفرمو الله أقول الضرب الخامس من ضروب المفعل المفعول له نوعي بينجم كلنا مفعول كان دا آخرين بشا لواقع دا مفعول له لكتي بكاني كدا عادة مفعول معه دو آخر بدليل يوم مفعول معه أصلا هر اختلافي بوچون هي لبين علماء دا كبرك هر إنكاري مفعول معه وكان هر دلنتيا دلن وجودي نيا بريتش كهر خلاصي كلام إنكاري هتا مفعول له شهر دا كده لواقع دا بلان جاري بصورة يقيني فاكهي أفرمي بصورة يقيني يعني ببي اختلاف إنا بابا هيا بي اختلافه على بصورة يقيني واتا بصورة اتفاقي مفعول معه لقرآن لنهته أو شو نشكى على إن إيه مفعول معه إمكاني إعرابي نوع شكي تدا أنجام ددريت يعني دكريت إعرابك أي مفعول معه نبيوش تيجي كشبه أو واقعيتك بل المفعول له باهية جالي لدى سيرك واقعا زمخشري مفعول له ك أسيلتر لنا ومفعول كان دا بچا ومفعول معه هو أبي دوا خصوا أصلا هو مفعول معه دوا كيف داش كريد أول بكبلين بنوعك أو ترتيبه باب بنديك لكتيب علماء متأخرين أم مخيلة دا هيا وقن لوان دا هسا زمخشري خوي متأخرين علماء بلان أو كاتك أو ترتيب جوانك داندرا لواقع ابن مالك خوادر زاتي عالك رازان ديوتيواني وابن هشام حتو ايتر تواو كاري قوري كدو بوي او ترتيب جوان جيبكيو و او باب بندي و فرعو كار باشانه لو سردماني اوان داكراو داكريو بلين لسردمي زمخشري دا اوشتا وابت روبرين بوا واتا ما الكتاب دبينين ايتر بباري تتب هيتي لزي هزني هيتي لشوين هزني حر مطلبه و لشوين اكا بايان كراو او بوجيه تدكري توجيه كري جا مفعول له يشك لنوع كاني بيانش مفعولك وقت ابو اوك مصدر بيو منصوب بي براسي شرائط هايك كليرا دا اصلا زمخشري اشارتي بيانا دا ابو چونك كتابة كتابة مختصرة ابتدائية وناكرة بحرت واقعا استبو باسي مفعول فيه هندشتي سيري قتوا دي ابو مش قوشي هي بكتابه مفعول به بلا حرتا كل احكامك يعني قتوا بلا قوشي هيك اللي قتوا ابو قوشي هيك شلي اللي ابو فرميها كان يفرموه وهو مفعول له بلى ما فعل الفاعل فعله لأجله أو هي كفاعل فعلك يخوي أنجام دلالة بالخاتي أو بالخاتي أو مفعوله بالخاتي أو مفعول له ولذلك سمي المفعول له بويا بيلا مفعول يعني فعلك لبر أم يعني أي الذي فعل لأجله أو فعل الفعل لأجله اشتكي أو فعلك لبر أنجام لو كنت وضربته تأديبا له يسأل يدانك لبر خاطر يسأل لبر خاطر أدب يعني كتو لو كابرا الدواء لو منال الدواء يا لهر كسيك الدواء
أصلي فعلك كأنجام بو صورتي قلت وضربك لبر خدي مفعول له كيك تأديبه لبر هو أنجام بو جاء وكذا كل شيء كان علة للفعل فإنه يكون مفعولا له هرشتك ببيت علتي فعل أبيت مفعول له وكنت ولي الصمنة نحو الصمن يا الصمني في قولك جئتك للصمن أو ذكرت مثلا ضل من هاتم بولات لبرون رون ما نبو هاتم بورون ديلي الصمني بلا مسترني وبوجورا بلا لعيني حال دا چونك نقش كليدي هي لتعليل فعلك دا كهاتنك أو تماشاتك بوتا تي بوتا مفعول له أو وقتا مطلبك دم هي بيلم أويا برقد علماء أو باسي مفعول له وكان دلنا مفعول له اسمك كعلة بو إقدام كردن بفعلك تاولتي جاء فرغناك أو دلن دلن علة بو إقدام كردن علة مفعول له اسمك كعلة إقدام إقدام فعلك بيت كفاعل إقدام بفعلك دكا وفعلك أنجام ددا علتي أو إقدامه أو مفعول له جاء وقتها فرغناك هدف بفاعلك يا أصلا هل هدف نبت مثلا وكتي تقول ضربته تأديبا أو له تقول اليم دا لبر خاطري أدب يسألي ركان دا واقعا ليدانك هدف بفاعل بو بجهتي وك أو مفعولك كهركسيك مؤدبي بك يا أجر غرزنا بابو فاعلك وكدولي دلي قعدت عن الحرب جبنا إس خدي واقعا جبنك غرزني لا واقع لابو فاعلك كأوى لا صمدية دا أجر ويدوزم حد أما طلب ورداء بعبارة الشكاء بكاردت جالبة يك دقيقة چای کی پیاب خشکنین چون که بحث کمانم شو تولانی بو بل ازو جاله دله دله بفعل له لسما دي دله هو المنصوب بفعل اسمك كبفعل منصوب دبه فعلك او فعل انجام بو لتحصيله او حصوله تاولتي يا لبر لبر حاصل كردني في مفعول له وكيك أنجام لدري أو فعليه يانا يانا يا أصلا حاصل بوا تاوليتي يعني اللي لدى تقسيم يكاب بحصول بتحصيلي وحصولي هل أوشتيك من عرض مكدن كبرى العلماء أولا تحصيلي وحصولي مثلا دي قد كأويك دلا غرز بيبو فاعل يا غرز نبي إيسا مثلا تحصيليك شونا ضربته تأديبا زرتك ليرا كان دا أقا دي قطة كير بي أم فعلك ضربك يا أنجام دا بي لبر تحصيل براور دبونو بدس هاتني أدبك يا يعني تي يعني بيش ضربك أدب نبو بدوا زربك زربك رو أدا واقع دا بي أمجا أدبك دا بيت بلام حصولي وانيا مفعول له هي قبل حصولي بيت يعني بيش او اصلا فعلك الصوره بقري دي قدك كام علتك يا اخي مفعول له علتي وقوع فعلك لا تحصيل ده علتي واقع بني فعلك مفعول له كيا بنوع كفعلك انجام ددريت جاء مفعول له ك سر الصوره فيدادك او شكل دقدت تضل اليم ده الا بر ادب يعني بيشتر فعلك أنجام دبيت كليدانك صورة دقري أم جاء أدبك براورد دبيو ديتا زيكا بلام لو نوعي كداك فعلك أنجام دري وحصولية يعني بنوعي بيتشواني إيريا دقيقا برعكسة أيوشك أويا كتو دبيني مثلا لو مثال ذاك من خوين موا ولا صمدير جهر مثالها توقعت عن الحرب جبنا تولي دانشتم لشرا لترسان يعني ليردا بظاهر كتو دبيني هرواشا جبنا مفعول له التي قعودك يا بلا منتهى تقدكي منتهى وكو ضربت تأديبا يعني لا ضربت تأديبا دا
لیدەدی جا مەفعولو لەهوەکە سەر و سوورەت پەیدا دەکا و شکل دەگرێت کە مؤەدەب بوونەکەیە. لێرەکانەدا پێچەوانەیە تۆ دادەنیژی، بەڵام پێش دانیشتەکەی تۆ ترسەکە هەیە، چاولێتی ترسەکە هەیە. ینی ئەو ترسە پێشتر هەیە کە تۆ دادەنیشی چاولێ. ئەمە حسوولی ئەم نوعەتی. جا بەحسی ئەوە دەکا کە دەڵێ مەفعولو لەهوەکە چ دوا فعلەکە سوورەت بگرێ و بەدەست بێ و محقق ببێ، ویا پێش فعلەکە هەر ببێت بەڵام مادام عیلەتە ئەبتە مەفعولو له. شەڵا حاڵی بوون یەک لحظەی کە دەیڵەمەوە، چونکە بەڕاستی بڕێک قەواعید هەن گرانن و گرانیش جێدەکەون، بۆیە نیاز بە تەوزیحە. ئەڵێن مەفعولو له ئیسمێکە بۆ بەیانی بەیانی عیلەتی فعلەکەی پێشخۆیەکە. جا ئەڵێن تەحسیلیە یا بەنەوعی لەما دەفەرمون غەرەزە بۆ فاعیلەکە یا غەرەز نییە. تەحسیلی بێ یا غەرەز بێ، ئەبە مانە هەر میسالەکەی کتێبەکە دەڵێن باسەرمان لێنەشێوێت ضەربتوهو تەئدیبەن لەهو، لێمدا لەبەر ئەدەب. یانی لە پێشەوە ئەم تەئدیبەن عیلەتە بۆچی بۆ ضەربەکە، یعنی لێدانەکە کە بووە لەبەر چی؟ وە لەبەر خاتری ئەدەب، بۆ تەرەف مؤەدەب بێت. پس لە پێشەوە لێدانەکە دەبێت ئەم جا مەفعولو لەهوەکە کە تەئدیبە سەر و سوورە دەگرێ و شکل پەیدا دەکات، ئەو مەفعولو لەهوە. باری ئەوکەی کە غەرەز نەبێ بۆ فاعیلەکە، بەڵکو یا حسوولی بێت، ئاوا حسوولی بێت یا غەرەز نەبێ بۆ فاعیلەکە، ئەوەیە کە تۆ لە میزان دەڵێ قعدت عن الحرب جبنا، دانیشتم لە شەڕە لە ترسانە. سێت ترسەکە دلیلی دانیشتنەکەی تۆیە لە شەڕدا، بەڵام منتەها وانەبووە دابنیشی ئەمجا ترسەکەت ببێ. نا، ئاسان دانیشتن خەبەری لێ نەبووە، ئەتۆ دڵڕاوەکەت بووە، ئەوە تۆ بدێ، ئەوە تارە دێ، ئەوە چییە؟ ئەوە دوشمن هات، ئەوە دەکەومە کەمینانێ. ئاسان تۆ ئێستا دانەنیشتی ترسەکە قبلم بووە. جا فەرق ناکە چ دوا فعلەکە کە سوورەت دەگرێ مەفعولو لەهوەکە واقع ببێ، و چ پێش واقع بوونی فعلەکە مەفعولو لەهوەکە لە حەیزی وجودا ببێت، مادام عیلەتی وقوعی فعلەکە بەیان دەکات هەر مەفعولو لەهوە. لەخوای پەروەردگار داوا دەکەم کە ئیسلاحی حاڵمانکە و تێگەیشتبین و ئەوەی کە پێویستە بۆ فەهمی دینیمان. خوای گەورە فێربانکە. وصلی الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.